أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضاد. ضيفي اليوم أيها الأخوة والأخوات هو الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد حامد الأحمري، حياك الله دكتور. دكتور، سنبدأ من حيث مقالك الذي كتبته في 10/11/2008 والذي تحدث عن انتصار الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. عنونت لهذا المقال بانتصار الديمقراطية على الوثنية في الانتخابات الأمريكية، وأثار الكثير من ردود الأفعال والنقاش داخل أروقة الإسلاميين، بالنظر إلى أنك اعتبرت فوز أوباما انتصارا على الوثنية. هل أنت نادم على كتابة هذه المقال بالنظر إلى هذه الضجة؟ لم أتوقع حقيقة هذا الرد الشديد وهذا التفاعل الكبير الذي نال تقريبا أكثر المهتمين والمثقفين، ليس فقط الإسلاميين لكن دوائر أوسع من ذلك. لست نادما على أن الفكرة استقبلت باهتمام، كنت نادما على أني لم أجد فرصة لأن أشرح موقفي وأشرح رأيي وأشرح ماذا أنظر لي، كيف أنظر لهذا الموضوع يعني. لماذا لم تجد فرصة طيب؟ لأن كان المقال مجرد عرض لموقف وتعليق على موقف وليس بحثا في مسألة الديمقراطية كما تلقوا. طيب، لعل هذه فرصة مواتية لتشرح ما تريد شرحه. أرجو ذلك. اعتبرت داخل يعني ضمن سطور هذا المقال أن المثال الأعلى للحكم هي الديمقراطية. نعم. وهذا ما جرى يعني الكثير من رفض الإسلاميين، وأنت تنتمي إلى ذات التيار، لهذه الفكرة، حيث تم تصنيف مقالك من قبل مثلا الشيخ الدكتور ناصر العمر بأن هذا شكل من أشكال الهوس، حالة من الهوس بمنتج غربي أو بفكرة غربية. قال الشيخ ناصر أنه فرح بعض طلاب العلم بفوز أوباما بأنه فرح بعض طلاب العلم بفوز أوباما هو نوع من أنواع الهوس، وعزى هذا المديح الذي كله هؤلاء الإسلاميون وكتاب ليبراليون للديمقراطية الأمريكية في عقاب فوز أوباما إلى ما أسمه بحالة من الهوس قادتهم إليها بعض ما يرونه في عالمنا العربي من ديكتاتورية إدارية خلف لديهم شعورا بالكبت صارت معه ردة فعلهم عنيفة ومبالغ فيها. نعم. هل كان مقالك نتيجه للكبت الذي يعني تعانون منه بالتالي انتم اثنيتم على الفوز اوباما؟ حقيقة ليست مسألة كبت، لكن هي مسألة إدراك ونظرة إلى العالم. من يرى من خلال زاوية ضيقة جدا ومن خلال ظرف صغير يرى أن الأمور ممكنة وماشية. لذلك مثلا أمنية المسجون مثلا يجد أحد يتحدث معه ويبقى حتى في السجن، وهكذا تتسع الأمور. لكن لمن ينظر لرؤية عالمية أوسع من ذلك فلا شك أن الديمقراطية هي من أمثل نظم الحكم، وهي المثال الموجود في العصر الحاضر وأحسن الأنظمة التي عرفها الإنسان في هذه العصور، ولا شك هي مطمح للناس. لذلك أن تقول لقد تمكن المنهارون عقليا أن يطمسوا أعينهم عن رؤية أهم سبب لتحكم 3 ملايين يهودي في 300 مليون عربي. فرق بين قوم يؤمنون بعصمة الفرد المتغلب على دينهم ودنياهم وأعراضهم وأموالهم وبين من يختار من مجتمعه أكفأه. هل فاجأك انتصار أوباما بالانتخابات الأمريكية؟ بلا شك. وهل ترى أن منظومة المجتمع الأمريكي هي التي قادت إلى اختيار الأكفأ؟ أن الفلسفة السياسية التي نجحت في المجتمع الأمريكي هي التي قادت إلى هذا الشخص الكفء ليقود بلاده. لكن لا يعني ذلك إذا كان كفء في بلاده أن معنى هذا سيكون في مصلحتنا. لكن هذا المجتمع قدم الأكفأ على الرغم من العصبيات والوثنيات المنتشرة في ذلك المجتمع. لذلك المجتمع المفتوح، المجتمع الديمقراطي يستطيع أن يبحث في أحسن الحلول، لكن المجتمعات الأخرى مجتمعات مغلقة لا تستطيع أن تبحث في أي حل. تعتبر أن المجتمعات العربية مجتمعات مغلقة، ولذلك البحث في أي حل يعتبر هوس، البحث عن الحل يعتبر هوس كما قال الدكتور ناصر العمر. للأسف أنت تربطك علاقة جيدة بالدكتور ناصر العمر. بنية الإغلاق للأسف والمجتمع المنغلق لا تجعل الإنسان يفكر بأي حل. لماذا لا تعتبر رد الدكتور ناصر العمر عليك هو شكل من أشكال الحوار الفكري داخل المجتمع العربي والمسلم؟ لا أرى بأسا بأن يرد عليه، وأتمنى أن هذا الرد وأتمنى الجو المفتوح، لأن سأجد فرصة وسيجد فرصة هو. لكن تعتبر أنه لم تتح لك الفرصة لشرح آرائك أكثر مثلا فيما يتعلق بانتصار أوباما؟ هو مجرد مقال، ومع ذلك أغلق الطريق بكثرة التسكير علي، ويعني كاد الأمر يصل إلى التكفير يعني. ترى أن الردود كانت عنيفة، الردود جداً التي شنت عليك جدا. طيب، ضمن الردود التي يعني التي
تم توجيهها لمقالك رد كان من الشيخ بندر الشويقي، كان يتحدث عن هوس لدى يعني لدى الدكتور الأحمري لديك بالحرية. قال: أصبحت الحرية لدى الأحمري هي الشريعة. الذي أراه أمامي في مقالات أبي عمرو وهذه كنيتك أن الحرية باتت عنده هي الشريعة، وهي التوحيد، وهي السنة، وهي الإسلام، وهي الإيمان، فلا شيء عنده يستحق المفاصلة سواها. هل صحيح أن الحرية بالنسبة لك أهم من كل هذه المرادفات والمعاني العظيمة التي أوردها بندر الشويقي؟ لا يهمني كيف يرى الناس في هذه القضية، لكن يهمني أن هناك حق، أن هناك فائدة، أن هناك مكسب إنساني عظيم في هذه العصور، وهو مكسب الديمقراطية والحرية. يجب على المسلمين أن يتجهوا إلى الحصول على هذه المكاسب. مثلا نحن استفدنا من التلفزيون والفضائيات والسيارات والطائرات. لماذا نحرم من أهم المكاسب الإنسانية في العصر الحديث التي كسبتها مجتمعات؟ أعرف أن هؤلاء سيقفون ضد الحرية لأنهم لا يعرفونها. منهم تقصد الإسلاميين الذين ينتقدون اللي ردوا عليك؟ نعم. أي واحد رد عليك يصير ما يعرف الحرية؟ لا، صعب أن أعمم على كل الناس يعني. لكن بعض الذين ينتقدوني لا يعرفون ما معنى الحرية. وش معنى الحرية؟ طيب علمنا وش معنى الحرية. معنى الحرية من أهم جوانب حقيقة هي المساواة بين الناس. من أهم معانيها أيضا أنك تستطيع أن تعبر عما يجول بخاطرك بدون قيود وبدون حدود. إلا مثلا ما يضر بالآخرين، هذا حد. من معاني الحرية حرية الكلام، حرية التفكير، حرية النقد. في جو الحرية نستطيع أن نصعد جميعا، أن نتعلم جميعا، أن نتثقف جميعا. لكن في جو الكبت أبدا، مجموعات عندهم أسرار سياسية ومجموعات عندهم أسرار دينية، وبالتالي يسيطر علينا الكهنوت أو السحر. هؤلاء عندهم أسرار خاصة، هؤلاء عندهم أسرار خاصة، والمجتمع خارج التاريخ. هذه البلوى فعلا اللي يعيش المجتمع الإسلامي تمنعه من النمو، وتمنع من الانتصار، وتمنع من الانتصار على مشكلاتها أو علاج أي مشكلة. هل ترى لماذا؟ لأن عندنا كهنوت، عندنا سحرة في الجانب السياسي، وعندنا كهنوت. بهذه الجهتين يلغى المجتمع وتلغى إمكانية النمو والمعرفة. تعتبر أنه ممارسة الإسلاميين لآليات العمل الآن شكل من أشكال الكهنوت؟ بلا شك. كيف؟ لما تزيد الوصايا الآن، نحن مثلا لم نجد قضية مرجعية المشايخ إلا في عصور التخلف وفي عصور الضعف، لكن المجتمع الأصل فيه مفتوح. يعترض الناس على عمر الخطاب رضي الله عنه بمقدار مستوى المعلومات البسيط. لكن عندنا الآن أصبح إذا تحدث الشيخ سكتوا. حتى أذكر أحد الزعماء في جماعة إسلامية